الرحيم يشرفني وجودي مع حضراتكم. أنا عارفة إن أنا يعني محاضرة أخرانية في يوم سفر لسه والجوائز بتبرق جنبي هنا، فيعني ركزوا معايا بس 10 دقايق قبل الجوائز إن شاء الله يكون لنا نصيب في الجوائز. ممكن حضرتك البرزنتيشن بعد إذن؟ لا أنا قصدي مفيش البرزنتيشن. مينا ممكن البرزنتيشن؟ هلا أغا في البرزنتيشن احاول اهايلايت على what is called pediatric pulmonary arterial hypertension، ازاي بنفكر فيها. مستشفياتنا العظيمه في مستشفى ابو ريش، احنا وحده القلب في الدور الخامس والثالث. في الاجنده هحاول ادفاين what is called pulmonary arterial hypertension وايه الكومن كونتريبيوتور اوف ذيس ديزيز. الفازودايليتر اند فازورياكتيف في البي دي اي في الفيتال لايف البروستاجلاندين الاكسجين النيتريك اوكسيد. الريزيستنس تبتدي، وزي ما بنقول لازم نقول تبتدي وليست هي ال لايف، هي عباره في اللنج كانيليكولار ستيج سيكولار اند ذن الفيولار ستيج. از ستيج اوف ذا الفيولار ستيج هو بيرياكت باي ديكريز بالاكسجين اند ذا ديكريز اوف سيستميك فاسكولار ريزيستنس. اول ما البيبي اللنج بتبقى انفليتد، البالمونري بريشر شايفين بي جراديوالي ديكلاين في خلال يوم يومين لغايه ممكن يقعد لغايه 6 اسابيع عالي، وفاريبل ديجري للعلو، مش شرط خالص يوطى على طول في 48 ساعه، وهو ده في الالفيولر ستيج. زادت عندنا الايشو بتاع البرزيستنت بالمونري هايبرتنشن. ليه؟ عشان السيزيريان سكشن. كل عيالنا دلوقتي، كل البيبيهات مولودين سيزيريان، ما بيعدوش في البيرس كانال اللي بيعمل سكويز لللنج، بيخلي الفلويد تطلع. العيان الانكريز الريليز للاندوجينس بروستاجلاندين كاتيكولامين والفيزيكال كومبريشن في الاير واي راح مع السيزيريان سكشن، ونتيجه للحاجتين دول البرزيستنت بالمونري هايبرتنشن زاد عندنا. الديفينيشن بتاع البالمونري هايبرتنشن بنقول ان هو قياس للمين بالمونري ارتري بريشر فوق قد ايه؟ فوق 25 مليمتر ميركري، ويبقى البيبي موجود او احنا موجودين في السي لايت وفوق 3 شهور. شايفين قال فوق 3 شهور ليه؟ عشان عدى النيونيتال لايف اند ايرلي انفانسي اللي هي بنقول عليها لسه تكمله ديكريز اوف بالمونري فاسكولار ريزيستنس. والبالمونري ارتيريال هايبرتنشن من مواصفاته ان انا اخش جوه القسطره واقيس البالمونري ارتري بريشر والاقي المين بالمونري ارتري بريشر فوق 25، والاقي اللفت فنتريكل الكويسه
البريشر جواها او الدايستوليك بريشر اقل من 15 عشان اقول عليك بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. هقول لكم مش كل عيان بنعمل له القسطره. طيب هما بيقولوا نون انفيزيف اعمل له ازاي لو انا ما دخلتش بالقسطره؟ اقيس حاجات بالايكو اللي هي اسمها ترايكاسبيد ريجرج واقيس منها السيستوليك بالمونري ارتري بريشر. لو هو 40 فطالع ممكن اقول العيان ده عنده مايل بالمونري هايبرتنشن. يبقى الديفينيشن مهم جدا قبل ما اقول هو ايه وقبل ما اقول هو السيفيريتي. وفي نيونيت ربطها جامد بالسيستميك بريشر، يعني لازم اقيس للعيان السيستميك بريشر وقارنه باللي انا بقيسه بالايكو. ولو هو اكتر من التو ثيرد يبقى انا اقول عليك pulmonary arterial hypertension، يبقى equal او اكتر او suprasystemic، كله ده اسمه pulmonary hypertension. نخلي بالنا ان في حاجات كتيره او multi factorial element بتاثر في البيدياتريك pulmonary hypertension ومختلفه عن الادلت population. زي ما بنقول الادلت is not البيدياتريك بوبوليشن از نوت سمول ادلت، مختلفين. اهمهم حاجات في اللنج، اللنج ديفلوبمنتال لنج، الكروموزوم الابنورماليتي، الباثولوجيكال ليجن في الجروينج لنج. وما ننساش الجينيتك سيندرومز، عندنا جينيتك سيندرومز كتيره في مصر. طبعا اهمهم الداون سيندروم، ممكن يكون معاه كونجيتال هارت او من غير كونجيتال هارت بيبقى برون للبالمونري هايبرتنشن. الديجورج ممكن العيان ويزاوت كونجيتال هارت ديزيز زي السيكل والجوشي، ما ننساهمش ان هم ممكن يكون عندهم بيدياتريك بالمونري هايبرتنشن. الكلاسيفيكيشن اللي معروفه بالنسبه لنا للبيدياتريك بوبيليشن ده في الفيفس وورد سيمبوزيوم في 2013 قسموا لخمسه جروب، اهمهم الفيرست جروب اللي هو البالمان. كل الكلام ده عن بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. لو لقيت العيان ده ضغطه في البالمونري بريشر عالي وملوش سبب اسمه ايديوباثيك، ولو العيله افكتد منها كذا واحد اسمه هيريتابل. طب لو العيان ده عنده بالمونري ارتيريال هايبرتنشن ومعاه اسوشيتد كونجيتال هارت ده برضو included في this group. وخلوا بالكوا ان ال persistent pulmonary hypertension ده في الجروب اللي احنا بنقول the commonest cause of pediatric pulmonary hypertension. بس ما ننساش ان ال pediatric pulmonary hypertension ممكن يكون secondary لحاجة في left side، زي العيان عنده mitral regurgitation، mitral stenosis، عنده cardiomyopathy. الدكتورة هالة حمزي عندهم جروب من الانترسيشيال ديزيز في الجروب الثالث اللي هو سكندري للانج، وات ايفر انترسيشيال لانج كرونيك اير واي اوبستراكشن سببت الكرونيك هايبوكسيميا للبالمونري ارتيريال. ما ننساش الجروب بتاع الكرونيك ثرومبو امبوليزم، واخر واحد اللي هو الميسيلينياس، عيان عنده جوشيه، عنده هايبوثايروديزم، هايبرثايروديزم، كل الحاجات دي بتسبب بالمونري arterial hypertension. وزي ما بنقول persistent pulmonary hypertension it is not structural lesion، هي تكملة اللي حصل في الفيتال لايف وما وقفش وكمل، والبالمونري بريشر زاد عن الطبيعي، والبي دي اي موجوده بس هي رايت تو ليفت فلو، والبيتن فارمن اوفال رايت تو ليفت، ونتيجه لها العيان بقى هايبوكسيك، يعني ما عندوش ستراكشرال هارت ديزيز زي ما الدكتور محمد حجازي قال لنا اللي هي زي الدكت ديبندنت بالمونري سيركيليشن. لا، ده الدكت دي بوب اوف ليه؟ لو قفلناها العيان ده يموت. لما بنفكر في البيدياتريك بالمونري هايبرتنشن عاوزين نشوف السبب اللي احنا قلنا عليهم الخمس جروبات، او اقول هو قد ايه هو في ريسك من الديزيز، او الريسك ستراتيفيكيشن دي مهمه قوي وانا بشخص الحاله بعد ما عملت بروبر ديفينيشن، واشوف هو بيرسبوند للتريتمنت ولا لا. يبقى ده هدف المانجمنت او الموداليتي اللي انا بستخدمها، اعرف السبب واعرف قد ايه هو وحش وازاي هعالجه.
القسطرة هي جولد ستاندر للدياجنوزس، عشان بنعمل فيها ايه في العيان اللي عنده كونجيتال هارت ديزيز، بشوف هو قد ايه بيستجيب للاكسجين وقد ايه البالمونري فاسكولار ريزيستنس بتقل ما مديله اكسجين او اديله دراج، وبيتحسب بسيرتن ريشيو. بقول العيان ده ينفع يعمل عمليه ويقفل في اس دي برغم ان هو عنده بالمونري هايبرتنشن. دي الريسك ستراتيفيكيشن بتاع البالمونري ارتيريال هايبرتنشن اللي هي بنعتمد عليها نقول المورتاليتي بتاع العيان ده بعد سنه او بعد 5 سنين. بنعمل ايه؟ بنسمع للعيان وبنشوف الاكزرسايز كابابيليتي بتاعته بحاجه اسمها 6 مينت ووك تيست. بنقيس بايو ماركر مهم جدا في البالمونري هايبرتنشن اسمه بروناتريتيك بيبتايد. لما الرايت اتريوم بتبقى دايليتد بتخلي البايو ماركر ده يعلى، وده one of the indices of severity of this lesion. وانا بعالج عاوزه اخلي البالمونري ارتري ينزل وريفرس ريمودلنج اللي بيحصل، انلود الرايت فنتريكل، افويد الكورونري اسكيميا. الرايت فنتريكل بيبقى سيفير سترين وبيعمل كورونري كومبرومايز، ممكن العيان يحصل له هارت فيلير. عاوزه احسن الاكسرسايز كابابيليتي. احنا بنتنادى ليه مع النيوناتولوجيست؟ النيوناتولوجيست معانا شغل كبير معاهم، يمكن بقول اكتر برانش بيبقى محتاج لنا عشان نقول له انا اقفل لك ولا انت تقفل البي دي اي ولا سيبها في البري تيرم. عاوزه اكسلود البيرزيستنت بالمونري هايبرتنشن اللي اتفقنا عليه، وعاوز ان اكسلود اني ستراكشرال كريتيكالي ايل كونجيتال هارت زي الداكت ديبندنت بالمونري سيركيليشن او السيستميك سيركيليشن. ده سيناريو نيوناتولوجيست سينيور وجينيور قبلوها، البيبي بيتولد بعد ساعه ساعتين اخر اليوم، العيان دي ساتوريتد لبايل هايبوكسيميا، بيزرق ويتحط على فنت، فيري بور ريسبونس تو اكسجين. هنعمل البالس اوكسيميتر ونحطه على ايديه اليمين وعلى رجليه ونشوف الاكسجين بيمبروف بالبالس اوكسيميتر او بالبلاد جاز ولا لا، ولو في ديفرنس بينهم بين الرايت ابر ليمب واللور ليمب اراوند 5 تو 10 مليمتر مركري ممكن نشخص العيان ده بيرزيستنت بالمونري هايبرتنشن. وزي ما بنقول زي ما بنقابل العيان ده عاوزه اعرف هو ده لنج ولا هارت، بيولي هارت ولا اللي بين البنين، اللي بين البنين اللي هو ده البيرزيستنت بالمونري هايبرتنشن عشان هو كارديو فاسكولار وليس ستراكشرال ولا هو لونج. حاجه حصلت في اللونج او حاجه حصلت اكسبوجر للبيبي حصلت له ان هو البالمونري فاسكولار ريزيستنس مش عاوز ينزل. ده دايجرام بيبين لو اديت اكسجين والعيان لسه ما بيتحسنش قوي والسي او 2 مش عالي قوي ولقيت البالمونري بريشر عالي وسيرتن انديسز بالايكو بشخص البيرزيستنت بالمونري هايبرتنشن. لو العيان ما بيتحسنش خالص والسي او 2 مش عالي يبقى العيان ده ستراكشرال ليجن. لو بيتحسن والبارشال اكسجين بتاعنا بيزيد فوق ال 150 او مور يبقى العيان ده بيورلي بارينكمان ليجن. نخلي بالنا ان البيرزيستنت بالمونري هايبرتنشن ده ديزيز او سيندروم لها فاريابيليتي، ممكن العيان يبقى سوبرا سيستميك بالمونري هايبرتنشن وممكن يكون بين البنين. عشان كده بنقول في عيانين بيبقوا اسمهم ليبايل هايبوكسيميا، العيان ده النيرس تقرب له يزرق يهدى العيان يتحسن، وده variability of pulmonary vascular resistance. لو هو سيفير هيتعرض للو كارديك اوتبوت سيمتوم. والشست اكس راي بحبها جدا ولازم كل النيوناتولوجيست يحبوها قبل ما ينادوا النيوناتولوجيست، لو لقينا ميكونيوم اسبريشن العيان ده ميكونيوم مع حاجه ثانيه، العيان كونجيتال دايفراجماتيك هيرنيا ولا الهارت مالي الكارديو ثوراسيك ريشيو. فاسباب البيرزيستنت بالمونري لحاجه اتعرض لها البيبي اسمها المال ادابتيشن
أو حاجة اسمها mal development أو under development. هم ثلاثة etiology لل persistent pulmonary hypertension أكترهم من قبله كل يوم في neonatologist اللي هو كل حاجة واطية: hypoxia, hypothermia, hypoglycemia, hypocalcemia، ما بتخليش pulmonary vascular resistance عاوز ينزل. أو العيان ده اللونج فاسكولاريتي بتاعته أندر ديفلوبت ده أو مال ديفلوبت سوري، ده في العيان اللي هو سيفير كارديوميجالي واللونج فاسكولاريتي قليلة. وتالت عيان هما دول بالترتيب كده: المال أدابتيشن، المال ديفلوبمنت، أندر ديفلوبمنت. الإيكو وان أوف ذا إنديسز ده حتى من غير ما نقيس ساعات التو دي اللي هي بنقول عليها، اول ما تفتح السكرين كده تلاقي اللفت فنتريكل واضح ومش كومبرسد، يبقى العيان ده اللفت فنتريكل اوف نوت بالمونري بريشر نوت سوبرا سيستميك، لا اللفت فنتريكل بقت مضغوطه من الرايت فنتريكل، يبقى البالمونري بريشر از هاي. يبقى الايكو از وان اوف ذا جود موداليتي فور دايجنوزس. دونت ميس، زي ما انا بقول دونت ميس تو ميجر ذا سيستميك pressure to evaluate and to compare to the pulmonary artery pressure. عاوزين نعمل ايه اول ما بنشخص؟ عاوز اعمل proper lung recruitment، عاوز maintain cardiac output والblood pressure، عاوز ادي proper pulmonary vasodilator، عاوز اخلي ال PDA اللي هي right to left اخليها by direction او left to right. ده الالجوريزم اللي احنا بنحبه ده: proper oxygenation، لو العيان ده هديله surfactant، هعمل lung recruitment and ventilation، هعمل proper inotrope. شايفين البالمونري فازودايليتور حاطه فين؟ حاطينها بعد ما قوم الضغط. ما ينفعش عيان ياخد بالمونري فازودايليتور وضغط واطي، يبقى بدايته لو مايلد هايبوتنشن ادي دوبامين نور ادرينالين ادرينالين بريماكور، بس ما ابتديش سيلدينافين والعيان ضغط واطي. proper hydration، proper sedation مهم قوي، اهدي العيان ما اقومش ننزل العيان agitated واديله pulmonary vasodilator. التارجت بتاعنا في الـ persistent pulmonary hypertension مش عاوزه 100%، احنا عاوزين الاراوند 94%، والبارشال اكسجين مش عاوزاه عالي قوي عشان الريتينا. عاوزه مينتين السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر والمين بلاد بريشر اللي هو اراوند 50 to 60، والكاردياك اوتبوت اللاكتيت من الحاجات اللي فيري امبورتنت تو دوكيمنت اللو كاردياك اوتبوت زي ما الدكتوره اميره قالت لنا. الانوتروبس بترتيبهم كده ما ينفعش يتشقلبوا، ها يعني الدوبامين لو دوبامين العيان بوردر نور ادرينالين بيشتغل احسن مع البريماكور مش العكس. الدوبيتامين بيعمل العيان تاكيكارديا، الادرينالين يعني النور ادرينالين يجي قبل الايه الادرينالين. ده الفيجر اللي بيبين لي البالمونري فازودايليتور هم ثلاثة ارم. اكتر حاجة بره بيشتغلوا عليها النيتريك اوكسيد، للاسف احنا ما عندناش، احنا بنشتغل مالي على السيلدينافين وهو ده نفس الباسواي. البروستاجلاندين للاسف ما عندناش، الاندوسيلين ريسبتور بلوكر الحمد لله بقى عندنا البوزانتان. اشتغلنا publication ولقينا ان الـ percentage of mortality في العيانين الـ persistent pulmonary hypertension 8 من 40 20%، والـ infant of diabetic mother has high incidence of mortality. السيلدينافين as adjuvant يعني ما ينفعش استخدمه لوحده، استخدمه مع inotropes مع proper ventilation مع proper sedation هيقلل لي المورتاليتي وهيقلل لي هيأثر لي الهوسبيتال ستاي. البوزانتان اللي هو الاندوسيلين ريسبتور بلوكر الاورال هي لسه مش FDA approved persistent pulmonary hypertension، بنستخدمه very common في البوست اوبرتيف او في العيانين الايجيوباثيك pulmonary hypertension and can work as adjuvant therapy. احنا في يناير 2020 ابتدينا نقول لازم نعمل registry
للبيدياتريك بالمونري هايبرتنشن. كل شوية بنقابل عيان مش عارفين هو البروجرس بتاعه هو ايه. مهتمين كلنا بأساتذتنا كتير، دكتورة فاطمة، دكتورة أميرة، دكتورة آية، دكتورة رانيا، واثنين من الجينيور ستاف أحمد بحيري وأحمد جمال. ابتدينا نقول احنا عاوزين نعمل ريجستري. ليه ريجستري؟ عشان من حقنا نعرف اور ستيتس. احنا بنبص عليهم بره بس مش عارفين احنا شكلنا ايه. عاوزين البروجنوزز بتاعهم، العيانين اللي بنقابلهم every now and then مصيرهم ايه. عاوزه ابتدي التارجت الثيرابي زي السيلدينافيل بوزانتان، استخدم اثنين ولا واحد ولا ثلاثه، اعمل اويرنس للبالمونري هايبرتنشن ريس فاكتور. وبشكر حضرتك يا دكتور محمد ان انت اتحت لي الفرصه ان انا اقدم الريجستري. زي ما بقول اور جول اوف افري ريجستري تو ايدنتيفاي ريسك ستراتيفيكيشن ادابت تريت ستراتيجي ان اور بيدياتريك بوبوليشن اند نوت ادلت بوبوليشن. وعاوزة أشوف على مدار سنتين السيرفايفل والأدفيرس إيفنت اللي بيحصل لهم، قد إيه هم بيخشوا المستشفى كم مرة، قد إيه هم الإكزرسايز كابابيليتي بتاعتهم شكلها إيه، بعد قد إيه هيوحش وهيتحسن بالعلاج. بشوفهم بالسيكس مانت ده فيري امبورتنت تول في العيان اللي هو فوق 3 سنين او 5 سنين، بمشي 6 دقائق وبشوف الدي ساتوريشن والتاكي كارديا والهايبوتنشن، ده وان اوف ذا ريسك ستراتيفيكيشن. بنقيس الناتريتيك بيبتايد او البرو ناتريتيك بيبتايد، بنبتدي بالمونري فازو دايليتور لمونو ثيرابي لدبل ثيرابي، يعني سيلدنافن والبوزانتان او كومباين ثيرابي، وبنشوف الريزن هبتدي ليه العيان بيديتيريت ولا ابتدى يحسن ديسكاليت الجوز. زي ما قلنا ده الميثودولوجي. وهدفنا من الريجستري ان احنا نعمل داتا بيز لجوه ابو ريش، وان احنا نقول احنا بنغلط في قد ايه، وده هدف اي ريجستري بيتعمل. وانا هعالج وهندرب دكاترتنا ازاي. احنا ليه اهتمينا ان احنا نعمل كده؟ عندنا في وحدة القلب عندنا بيدياتريك كارديولوجي ماستر ديجري من 2017، عندنا 20 كانديت، وعندنا ورك فلو لجينيور ستاف من حقهم يتعلموا الديزيز والبروجرس بتاعه. ما عندناش، عندنا الحمد لله اي سي سيستم، وعندنا proper analysis للعيانين، فمن حقنا ان احنا نعرف الديزيز. واحنا زي ما بقول لغاية دلوقتي بنعمل study. عاوز اقول لكم رقم يمكن بره بيستغربوا، لما لسه كنت جاية من ايطاليا، من 2020 لغاية دلوقتي عندنا 65 عيان. عاوز اقول لكم 65 عيان مع عمرنا، انا في عمري كله ما شفتش الكم. ليه؟ عشان احنا قلنا ان احنا بنبتدي نوريانت الجينيور وبنبتدي نعمل الفاسيلتيز دي وبندي علاج، وبيجولنا من كل مصر دلوقتي واتيفر ايديوباثيك. الايديوباثيك بالمونري هايبرتنشن بنعرف دلوقتي البروجرس بتاعها ايه، بيجيلنا الانترسيشال عن طريق الكوميونيكيشن مع البالمونولوجي، اللي يفضل لنا بس مع النيوناتولوجيست. واكيد الدكتوره زهره هتحب ان شاء الله تجوين اور ريجستري عشان نطلع ديتا من مستشفى ابو ريش، وبيزد عليها انا دلوقتي بكوميونيكيت مع سان دوناتو عشان نعمل كولابوراتيف ورك معاهم. عدد اللي عندهم عاوز اقول لكم في 5 سنين قد اللي عندنا في سنتين. فالريجستري مهمه. الاكو از فيري، ماي تيك هوم مسج از اكو از فيري بينيفيشال تو ديتيرمين ذا تشينجز ان بيرزيستنت بالمونري هايبرتنشن. وكولابوراتيف ورك مع الديفرنت سب سبيشاليتي واهمهم النيوناتولوجيست، والريجستري از مانداتوري تو نو اور ستيتس ان ايجيبت. ثانك يو. دكتورة هالة، thank you very much. الحقيقة يعني مش بس شكرا لحضرتك على المحاضرة الجميلة جدا، هو شكرا لحضرتك على الانشيشن بتاع حاجات كتيرة scientific.
يعني فعلا العيانين بتوع البلمونري هايبرتنشن دول كانوا يعني متفرقين بين القبائل كده، وما كانوش بيلاقوا البروبر كير. فيعني مش بس ثانك يو عشان المحاضرة حلوة، ثانك يو بالنيابة عن العيانين دول اللي يفرق معاهم قوي ان حضرتك استاذنك يعني أميرة. ركزتي معاهم. اوكي طب سكت خلاص كده خلاص. اولا النهارده يا جماعه اللي محدش يعرف عيد ميلاد الدكتوره هلا اخ و الدكتوره هلا زميله عزيزه، يعني احنا لينا يعني مش عاوز منا عشرة طويلة جدا جدا. نقول لك كل سنة وانت طيبة. علي حاجة